الطبية ومصارف الصحية مصارف بالنسبة للمرضى كبيرة جدا من ثقيلة جدا. صوروا شي واحد مريض مثلا قياس الخير بالسرطان أو عنده مرض مزمن أو خصو واحد عملية جراحية مكلفة كتكلف التغطية الصحية به، ولكن باش نديروا هذه التغطية الصحية كل شيء كيتعاون معاه لأن هذا ورش تضامني بحال اليوم الموظفين كلهم كيخلصوا التغطية الصحية، ولكن اللي مريض هو اللي كيستفيد. لذلك هو ورش مهم لأن غادي يعمم التغطية الصحية، غادي يخفف التكاليف ديال علاج المرضى على المرضى. غير اليوم اي واحد من المهنيين الاحرار الى بغى الى عنده شي مرض هو بوحدو اللي كيخلص على المرض ديالو، وبعض المرات كيبيع داكشي اللي عنده. مع التغطيه الصحيه اللي مريض كيلقى امكان عن طريق التغطيه الصحيه امكانيات ان تضامنيه باش يواجه هذا المشكل اللي اي واحد يمكن يتعرض ليه في حياته. وكان بدا الصحيه التعاون والمهنيين اللي قالوا بها الحره يقال لنا أحرار بيانس المستقل يغير الأجراء وخلنا هذا الانتقال هو الكم غدا بكل كشمة التغطيات الصحية. أشكر العدو الغصادة شكون بين زوار ضمن أساد باش نساول في الموضوعات كله بهرز هما باش اثنين هذا كشمة عمليا فالشهر بديد يشكان ولا سيير ان شاء الله التغطيه الصحيه لا 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 غير القبلات غير المروضين الطبيين وكان المهنه الطبيه واش كانت حغره ديسن التشاور الكحيل الاتفاق مبدئي ديسن وكان نصفها المرسوم التطبيقي اللي خصوصا كل مهنه مهنه تبدو المهنه على كل تكشف. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تي في.